أهلا بكم. استبق الحراك الثوري موسم الشتاء والأمطار وهو يقترب من سوريا من لاجئيها ونازحيها ومن ثوارها ومدنييها، وأعلن أمام الملأ في الدوحة أن بيت الثورة وجد أخيرا حجرا لزاويته، وأصبح 90% من القوى المعارضة لنظام الأسد في الداخل والخارج يشكلون جدار الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة. الولادة لم تكن يسيرة، ورافقتها صرخات من الغضب وصرخات من الأمل. لاحت مزاعم بأن ضغوطا شديدة لم تتجنبها أطياف المعارضة وفصائلها أوصلتها إلى تشكيل كيان أوسع وأنجع لمعارضة من فكت طوال 19 شهرا من عمر الثورة تتلمس كل السبل المفتوحة والمسدودة، وتحملها طرق متباعدة ورؤى متنافرة تزداد عتمة كلما طال أمد المعاناة. قلق الثوار من تقطع يصيب خطوط التواصل الثوري وانعدام لخطوط الأمداد العسكري بينها وبين المجلس الوطني السوري، قلق تؤججه نوازع الشر والبطش والتوحش التي لا تفرق بين مدني وعسكري. وقلق الغرب من أن المعارضة رغم ما قام به المجلس الوطني السوري ليست موحدة، وبدا فيها كل يغني على ليلاه، وذاك أيضا قلق مأته اصطدام بجبهة رفض ألقت بالمشهد السوري الملتهب في رمادي سنوات الحرب الباردة، وزادته المخاوف بأن يتكرر السيناريو الأفغاني في نسخته الثانية التي لا تعجب أحدا. الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رؤية جديدة لتوحيد المعارضة وتلبية مطالب الثوار هو موضوع حلقتنا من قبل النقاش لهذا الأسبوع. يسعدنا أن يشارك معنا في التحليل والنقاش كل من السادة هيثم المالح عضو بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عن هيئة أمناء الثورة من عمان، ينضم إلينا من باريس سيد كمال اللبواني المعارض السوري وعضو بالائتلاف الوطني من باريس، وسيد خطار أبو دياب أستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس أيضا ينضم إلينا من باريس. يسعدنا أن نجدد اللقاء مع رسام البرنامج فواز أرناوت الذي سيرصد المشهد السياسي السوري وآخر تطوراته بريشته ورسومه التي نكتشفها أثناء النقاش. كما تعودنا إذا نبدأ هذه الحلقة بسؤال واحد يتطلب إجابات مختصرة. بعد تشكيل الائتلاف الوطني لقوى المعارضة، هل ولا زمن التبرير بأن المعارضة منقسمة؟ وأبدأ معك أستاذ هيثم. يعني هو دائما المشكلة الغرب لا يريد أن يقدم مساعدة للثورة السورية، هذه الثورة هي الثورة الوحيدة اليتيمة في العالم. يتذرع الغرب دائما أن المعارضة منقسمة، المعارضة غير موحدة، المعارضة مشرذمة، وهكذا منذ انطلاق الثورة حتى الآن، لأنه لم يكن لديه بالسابق وليس لديه في الحاضر تقديم يد العون لهذه الثورة، بالتالي يتذرع بذرائع شتى. هذه الذرائع الآن بعد أن توحدت المعارضة في الهيئة الجديدة سنفصل هذه الذرائع أستاذ هيثم بعد الفاصل. نعم. أعود إليك سيد كمال، أذهب إليك الآن في باريس. هل تؤيد كلام وزير الخارجية التركي داود أوغلو بأن ولا زمن التبرير بأن المعارضة منقسمة ومتشرذمة؟ المعارضة السورية متنوعة وفي طريقها لتوحيد أدواتها. الأدوات هي جزئين، الأداة التشريعية السياسية والأداة التنفيذية. الأداة التشريعية قد جرى توحيدها وبحاجة إلى استكمال بناء وإعادة ترتيب داخلي، والجسد التنفيذي يجب أن نعمل عليه الآن لكي يصبح حكومة منفى. نعم. نبقى في باريس ومعك دكتور خطار. نعم، برأيي انتهت الآن، انتهى زمن الذرائع وبدأ زمن العمل. إنه الاختبار الحقيقي لصدقية المجتمع الدولي، وعندما نتكلم المجتمع الدولي ليس الغرب، علينا أن نطالب ذوي القربة العرب، الأمة الإسلامية أيضا، الكل يجب أن يتحمل مسؤوليته الآن. ولا زمن الذرائع وبدأ زمن العمل بالنسبة للمسألة السورية. لهذه الأجوبة عناوين وبراهين نناقشها بعد حين. التقت إرادتان في الدوحة فأبصر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية النور.
الائتلاف بقيادة معاذ الخطيب الإسلامي المعتدل وإمام المسجد الأموي في دمشق يريد من المجتمع الدولي أن يشعل شمعة في النفق الذي وضع بشار شعبه فيه. الشمعات تعني فيما تعني الحاجة الملحة للأسلحة النوعية حتى تقصر معاناة السوريين ويتوقف نزيف دمائهم. الدول الغربية الداعمة للثورة تريد أن ترى ائتلافاً يمثل بأكبر قدر ممكن أطياف المعارضة والطوائف المختلفة داخل سوريا. تحت الضغوط انسجمت الرغبتان، فضم الائتلاف ذو 63 مقعداً معظم التشكيلات والكيانات السياسية المعارضة والثورية كالمجلس الوطني السوري الذي حصل على ثلث المقاعد والهيئة العامة للثورة السورية ولجنة التنسيق المحلية والمجالس المحلية لكافة المحافظات. لم ترى هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في الائتلاف الجديد سوى إعادة هيكلة للمجلس الوطني السوري بفكره الإقصائي مثلما يعتقد. من بين الأهداف التي وضعها الائتلاف إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه والالتزام بعدم الدخول في أي حوار أو مفاوضات مع النظام، وهي نقطة نظرت إليها دمشق على أنها إعلان حرب. يضع أيضا الائتلاف من بين أهدافه توحيد المجالس العسكرية والثورية وتشكيل حكومة مؤقتة بعد حصوله على الاعتراف الدولي. زمن التبرير بأن المعارضة منقسمة قد ذهب وولى، هكذا قال وزير الخارجية التركي، وهكذا يظن من يعلق آمالا على تحرك دولي أكثر نجاعة وفاعلية وتوازنا مع ما يقوم به الحراك الثوري لتنظيم نفسه حتى يستجيب لمعايير المساندة الدولية. فرنسا فتحت سجل الاعتراف الدولي بالائتلاف وذهبت من مفردة الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري إلى أبعد مدى من اعتراف الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي التي توقفت عند الممثل الشرعي. واشنطن هي أيضا مرتاحة لائتلاف المعارضة، فهي التي رعت فكرته منذ كانت في مرحلة التصور والتكوين. نقاشنا يبدأ الآن. أبدأ معك إذن سيد هيثم من عمان. سيد هيثم، ما هي الدواعي التي أدت إلى إنشاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية فيما كان يختلف عن المجلس الوطني السوري أبرز قوى المعارضة؟ هل تعتقد أيضا أنه سينجح فيما فشل غيره؟ ما فهمت السؤال، خط مشوش. سأعيد السؤال. ما هي الدواعي سيد هيثم التي أدت إلى إنشاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة؟ يعني هو في الأساس أنا سبق تحدثت، المكتب التنفيذي للمجلس الوطني خلال مرحلة التأسيس حتى الآن فشل في تأدية مهامه وتحقيق آمال الشعب السوري، وبالتالي المجتمع الدولي والعربي يطالب دائما بتوحيد قوى المعارضة. الآن في الائتلاف الجديد تقريبا نستطيع أن نقول 90% من قوى المعارضة انضمت إلى هذا الائتلاف الجديد. لم يعد خارج هذا الائتلاف سوى أعداد قليلة جدا، تكتلات صغيرة جدا، سواء في داخل سوريا التي لا تستطيع أن تخرج. يعني نحن دعونا في مؤتمر الدوحة بعض الأطياف من داخل سوريا، لكن لا تستطيع أن تخرج لأنه النظام يعني لا يمكن اللعب معهم في هذه الزاوية. بعض الأخوة اعتذروا عن الحضور إلى الدوحة، قالوا لو كان المؤتمر منعقدا في القاهرة لاستطعنا أن نخرج. وبالتالي هناك حسابات أخرى غير ما يشاهده الآخرون سواء من المجتمع الدولي سواء من المجتمع العربي. نعم. لكن هذه الآن بهذه الرؤية الجديدة بهذا التوحيد الجديد سقط ذرائع الغرب، كل الغرب سقطت ذرائع الانقسام والشرذمة وما إلى ذلك. والآن إذا كانوا هم يريدون أن يساعدوا الشعب السوري فالآن الفرصة مواتية من أجل ذلك. طيب. ثم نحن لدينا مراحل أخرى، من جملة هذه المراحل تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا التي ستتسلم مهامها. سنتحدث عن الحكومة بتفاصيلها لاحقا. أود أن أتحول إلى دكتور كمال في باريس. دكتور، إذن أستاذ هيثم يقول أن المجلس الوطني فشل في مهامه وبالتالي كانت من أبرز الدواعي لإقامة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. كيف يختلف الائتلاف عن المجلس الوطني وكيف سينجح فيما فشل فيه المجلس؟ عندما نشبت أو شبت الثورة السورية كانت ثورة سلمية تسعى لتدخل دولي لنقل السلطة.
عندها تشكل المجلس الوطني على أساس أن إسقاط النظام ونقض السلطة سيتم بفعل دولي نتيجة الاحتجاج السلمي. تغير المشهد، تغيرت الثورة إلى ثورة مسلحة تستدعي دعم خارجي، وبالتالي جسد المجلس وطريقة تكوينه لا تتناسب مع المرحلة الجديدة. فشل المجلس في إعادة هيكلته وإعادة تفعيل أدواته ليصبح أداة تنفيذ، لذلك كان لابد من الانتقال لشكل جديد وهيئة جديدة لا تبحث عن متاهة التمثيل ولكنها تبحث عن آلية التنفيذ وتبحث عن الآليات العملية لتقود ثورة مسلحة. هذا الاختلاف استدعى وجود هيئة جديدة. المشكلة الآن أننا بحاجة إلى استكمال بناء هذه الهيئة لكي تضم كل القوى، وهناك قوى كثيرة ما تزال في الخارج يجب أن نبحث عنها ويجب أن نشركها. هناك أيضا يجب إعادة ترتيب البيت الداخلي، يجب أن لا ننقل مشاكل المجلس الوطني إلى هذه الهيئة. كل هذه التحديات يجب أن نعمل عليها. نعم دكتور خطار، كيف لنا أن نفسر المواقف التي تحولت من شك وريبة، حديث عن ضغط شديد طيلة 4 أيام من المفاوضات في الدوحة للقبول بفكرة الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، إلى الترحيب بهذا الكيان الجديد والانضمام إليه من قبل عدد كبير من الأطراف السورية المعارضة؟ المتابع لشؤون الوضع السوري والمتضامن مع ألام الشعب السوري لابد له في البداية من إعطاء ملاحظة بسيطة، إن هذه النخب السورية زيادة على الظلم اللاحق بالشعب السوري وبها هي تقوم كثيرا بجلد نفسها، ولا يعجبها بعض المرات العجب. أعتقد أنه بعد كل هذه المعاناة وهذه الأشهر الطويلة قليلا من التواضع والاستكانة والانتقال بالفعل من متاهات التمثيل ومن تشكيلات وتشكيلات وتشكيلات إلى التنفيذ، لأنه في نهاية المطاف هذا الحراك لم ينتظر أحد. أطفال درعا فاجأوا العالم، هؤلاء الذين تحدوا النظام لم يكن أحد يتصور أنه أمام نظام حديدي فاشي من هذا النوع سيكون هناك أي حراك في سوريا. وبعد ذلك انتقلت الشعلة من درعا إلى إدلب إلى ريف دمشق إلى كل المناطق الثائرة في ملحمة ندر وجودها في التاريخ العربي الحديث. ولذا الأهم اليوم هو كان هناك ملاحظات نتيجة أن روسيا منذ البداية حاولت لعبة تقسيم المعارضة. بعض القوى الغربية اعتبرت مثلا أن المجلس الوطني تكوين فرنسي تركي قطري ويجب عدم الاستمرار فيه. البعض الآخر رأوا في المجلس الوطني كناية عن تنظيم تابع للإخوان المسلمين. كل ذلك لم يكن حقيقيا، لأن الثورة إذن لم تنتظر لا المجلس الوطني ولا المعارضة في الخارج ولا المعارضة في الداخل. هي أتت من الشعب السوري بالذات. ومن هنا كما قال الأستاذ كمال كان لابد من المواكبة وتحسين ظروف المواكبة. الآن تم انتزاع الذرائع. الولايات المتحدة الأمريكية بالذات أعطت شبه أمر عمليات بإلغاء المجلس الوطني واستبداله. الآن أسقطت هذه الذريعة. كان جواب أوباما بالأمس أفضل بعض الشيء، لكنه ليس الجواب الذي ينتظره الشعب السوري. هو ينتظر أفعال، ينتظر مسؤولية أخلاقية في الدرجة الأولى من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، كما من جانب القوى الأخرى التي تتكلم عن حقوق الإنسان. ليس هناك من حرب باردة بالمعنى الواضح في سوريا. هناك قوة تعطيل مارستها روسيا والصين بشكل غير مسبوق في العلاقات الدولية، لكن بالطبع إذا اتخذت الولايات المتحدة والقوى الأخرى الحليفة معها الموقف الواجب سيتم تعديل ميزان القوة، وهذا الائتلاف سيواكب هذه المرحلة الجديدة بجدارة برأيي. استمعت أستاذ هيثم لهذا الكلام من دكتور خطار. المعارضة لا يعجبها العجب وأحيانا تجلد نفسها، وهذا ما يدعونا أحيانا للسؤال، هل فعلا كان إنشاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية استجابة حقا لضغوط خارجية وخاصة أمريكية؟ ولماذا هذه الضغوط؟ ما الذي كان بوسع المجلس الوطني أن يفعله وأنت كنت تنتمي لهذا المجلس ولم يفعله؟ لا أعتقد هذا ليس له علاقة بالضغوط الخارجية. منذ بعد أن تم تشكيل المجلس الوطني كانت كل القوى تراقب أداء المجلس الوطني. المجلس الوطني لا أعني ككتلة كاملة، وإنما أعني القيادة السياسية المكتب التنفيذي. أنا كنت في المكتب التنفيذي في المجلس الوطني وبقيت 3 أشهر، وخرجت من المجلس الوطني محتجا على
نقاط أساسية ليست سياسية. أنا لا أختلف أنا والآخرين عن الوضع السياسي في سوريا، لا نختلف عن حول مفاهيم أساسية كإسقاط النظام والتحول في البلد إلى دولة ديمقراطية تعددية إلى آخر المعاني التي يعرفها الجميع. كلنا متفقون حول الأهداف، أهداف الثورة وأهداف البلد، لكن هناك الخلاف حول التكتيك أو حول الاستراتيجية أو حول طريقة العمل. فخرجت أنا كما خرج غيري كذلك، نعم، من المجلس الوطني بسبب عدم انعدام الشفافية، بسبب إقصاء الآخرين، بسبب استئثار بالقرار في المكتب التنفيذي. وهذا الذي دفعنا، وكنا نراقب عمل المجلس الوطني وندعو لإعادة الهيكلة ولإعادة يعني ترتيب البيت الداخلي. وهذا ما حصل فعلا لما شكلت لجنة المتابعة في اسطنبول، ثم تم انعقاد جلسات متعددة في جنيف من أجل إعادة الهيكلة لكنها فشلت. وفي مؤتمر المعارضة في القاهرة أنا شخصيا اقترحت وقتها تشكيل لجنة تنسيق تضم أطياف المعارضة كلها، لكن المجلس الوطني كذلك رفض هذه الفكرة. نعم. هذا ما دفع الحقيقة من أجل الآن إعادة الخروج من هذه الشرنقة وضم كتل عديدة، ومنها مبادرة اللي قدمها الأخ رياض سيف ودرسناها نحن في باريس مجموعة من الشخصيات، وافقنا عليها مع بعض التعديلات، طرحها على المجلس الوطني، المجلس الوطني رفضها. الآن دخل المجلس الوطني كطرف أساسي فاعل في هذا التكوين الجديد، ومعظم أطياف المعارضة أصبحت ضمن هذا التكوين، معظمها وليس كلها، وبالتالي لم يعد هناك أي ذريعة من ذرائع التقسيم أو التشرذم. طيب. هذه الهيئة تضم معظم أطياف المعارضة وتضم الهيئات الفاعلة على الأرض، المجالس المحلية والثوار وإلى آخره، وبالتالي هي تعبر عن وجه طيب. سوريا، وجه المعارضة السورية. قد لا يوافقك سيد كمال لبواني الذي هو في السؤال السابق قال أن هناك الكثير من الأطراف غير منضوية تحت لواء الائتلاف الوطني، وهذا يتماشى سيد كمال مع مثلا كلام ريما التركماني المتحدثة باسم تيار بناء الدولة التي رأت أن الائتلاف الجديد يديره المجتمع الدولي، انتقدت أيضا التدخل الدولي غير المنصف، ونفت أن يكون هذا الائتلاف يمثل 90% من المعارضة، نفت أن يكون كل السوريين منضوين تحت راية الكيانات السياسية. برأيك سيد كمال، من هو الذي لم يدخل تحت لواء الائتلاف ولماذا يرفض إلى اليوم؟ هناك مشكلة أساسية في تمثيل الثورة السورية. الثورة السورية لم تفرز نفسها على أساس أيديولوجي سياسي، وبالتالي لم تشكل أحزاب. الثورة السورية قامت ثورة مجتمعية مناطقية جغرافيا، يعني هذا هي المشكلة. لا توجد أحزاب سياسية تنظم هذه الثورة، المجالس المحلية هي أكثر تمثيلا من كل القوى السياسية. لكن كنا نبحث نحن بين النشطاء الخارج عن لم كل القوى الممكنة الفاعلة التي تتفق على مبدأ إسقاط النظام. هناك الكثير من التيارات ما تزال خارج المجلس، خارج الائتلاف، ويجب أن نفتح الباب لها لكي تنضم، لا يعيب طالما هي توافق على مبادئ الثورة. هناك مجموعات في الداخل لا توافق على مبادئ الثورة وهي إسقاط النظام، وبالتالي آلية ضمها وتوحيدها لا تكون منصفة، لأنه نحن منا موحدين بالرؤية. فبعد التوحد بالرؤية يجب ضم كل التنظيمات، وأعتقد أن تيار التغيير وتيارات أخرى والقبائل والعشائر والقوى الليبرالية كثيرة لم تستشار ولم تنضم إلى هل من بينها مثلا هيئة التنسيق الوطنية، نعم، لقوى التغيير الديمقراطي؟ هيئة التنسيق ببعض رموزها نعم، لكننا نختلف مع هيئة التنسيق على البرنامج السياسي، وبالتالي هي لا تريد إسقاط النظام ولا تريد العمل العسكري، لذلك يصعب علينا الوصول إلى توافق معها، لكننا سنتوافق مع بعض من رموزها ودعيناهم للحضور بصفتهم الشخصية أو بصفتهم شخصيات وطنية. نعم، بعد الفاصل تحليل لشخصية رئيس الائتلاف الوطني الشيخ معاذ الخطيب وقراءة في أهداف هذا الائتلاف بعد الفاصل.
أهلا بكم. الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رؤية جديدة لتوحيد المعارضة وتلبية مطالب الثوار هو موضوع لحلقة هذا الأسبوع من قابل النقاش، وسأخذ معكم الآن دفعة أولى من أرائكم على الفيسبوك ونطلع عليها قبل أن نواصل النقاش. حسان بالقايد يقول إن الرؤية للمشهد السوري ما زالت ضبابية والحل لا يزال عويصا لأن لا أحد يريد الجلوس على طاولة المفاوضات والحوار. إبراهيم علي من فلسطين يقول إنه لن ينجح أي ائتلاف أو اجتماع أو تحرك من خارج سوريا. من مصر يعتقد حمادة طه أن الائتلاف سينجح إذا كان بدون إخوان مسلمين وسلفيين لأنهم دمروا الثورة المصرية. مشاركة منير الشحف جاء فيها أنه عندما تكون هناك شخصيات مستقلة بقرارها وتعمل بضمير وطني ممكن أن يكون هناك أمل، لكن هذا الائتلاف صنع ليبهر من يراه فقط وليس نابع من الخوف عن الوطن. الشيخ معاذ الخطيب هو شخصية تجمع ولا تفرق، ما هو دورها في توحيد المعارضة وكبح جماح أي تطرف يطرأ على الحراك الثوري؟ وأتوجه إليك سيد هيثم بهذا السؤال. أولا أريد أن أوضح أن التكتل الجديد، هذه الهيئة الجديدة، هي بقراراتها في المؤتمر في الدوحة قررت أن الباب مفتوح لكل الأطياف المعارضة لكي تنضم إلى هذا التكتل الجديد، وبالتالي هذا الباب ليس مغلقا. أخي الدكتور كمال لبواني قد يكون في هذه الزاوية، يعني أخذه الرأي إلى جانب آخر. التكتل الجديد يضم عدد كبير من المجالس المحلية والقوات الفاعلة على الأرض، وبالتالي كما قلت هو يضم نحو 90% من الطيف المعارض، سواء كان الجهات الفاعلة على الأرض أو الجهات السياسية الموجودة هنا وهناك، ولا يوجد أي حرج في الانضمام مستقبلا، وكل فئة وكل مجلس وكل هيئة مقاتلة تستطيع أن تنضم إلى المجلس إلى هذا التكتل متى تريد، لكن لا يوجد مستحيل أن نركض وراء الجميع تعالوا انضموا إلينا، لأنه لا يوجد في الدنيا كلها معارضة جسم واحد موحد كحزب البعث يعني. وبالتالي الأمر الاختلاف أمر عادي ومطلوب، وهو ظاهر الصحة ليس ظاهر المرض. الشيخ معاذ الخطيب إنسان شخصية محترمة جدا، لها قبول كبير في الشارع السوري، وهو من الأشخاص الذين يجمعون ولا يفرقون، وهو شخصية جذابة متحدثة مثقف، لديه يعني شعبية كبيرة خاصة بين الشباب في سوريا وبدمشق بشكل خاص، وهو موثوق محل ثقة الشارع السوري والثوار على الأرض، وبالتالي وجوده على رأس هرم هذا التكتل الجديد وجود مفيد جدا. نعم. وهو يدفع باتجاه التوحيد، ونحن نعتقد، نحن بدأنا قبل أيام عندما كنا في الدوحة لتشكيل مجلس سياسي حول الشيخ معاذ الخطيب. أنا أعتقد سننتقل إلى مكتب سياسي حول الشيخ معاذ من أجل معاونته في القيام بأعبائه، ونعتقد أن هذا التوجه هو توجه صحيح جدا ومنتج للثورة ومفيد من أجل التوجه نحو حسم المعركة وإنهاء الصراع مع هذا النظام الفاجر الساقط وإسقاطه من حيث النتيجة. دكتور، لا خوف. نعم. أود أن أتوجه الآن بالسؤال بعد هذا الكلام الذي سقته حول الشيخ معاذ إليك دكتور خطار. استمعت لهذا الكلام، هو شخصية جامعة موحدة لا تفرق، ما أهمية برأيك هذه الشخصية القيادية وقوتها وتأثيرها على إنجاح أهداف المعارضة، خاصة أن الشيخ معاذ قريبا سيلتقي بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند مثلا؟ نعم، بالطبع سوريا فيها رجالات أوفياء أكفاء، ومنهم الشيخ أحمد معاذ الخطيب الحسني من الرجال الذين كان والده على ما أظن إمام الجامع الأموي وخطيبه، وهو تقلد نفس المهمة، إذن لا يحتاج شهادة، وهو انحاز بسرعة إلى الشعب، وكان أيضا من ضمن نشطاء المجتمع المدني، والكل يتكلم حول
نظرته للإسلام النير والمعتدل والسمح، وسوريا كما كل المنطقة بحاجة لهكذا نظرة. وأصلا المجتمع السوري بعيد عن كل الظواهر المنحرفة والمتطرفة، يحاول البعض أعطاء هذه النظرة من أجل تطبيق نظريات المؤامرة الكونية وإلى ما هنالك، لكن وجود أشخاص من أمثال الأستاذ الخطيب وكذلك الأمر الأستاذ المالح واللبواني وغيرهم، كلها عناصر مطمئنة تطمئن بأن سوريا بخير. لكنني سأتدخل من جديد وأركز، علينا أن ننتهي كما قال الأستاذ كمال، وعليه أن ينتهي هو أولا من متاهات التمثيل. على المعارضة ألا تشتغل بنفسها، أن تنكب على الاهتمام بالشعب السوري. هناك لاجئين لا يجدوا الطعام، هذه فضيحة بحد ذاتها. هناك مأساة إنسانية كبيرة، العالم كله مقصر، لكن النخب السورية عليها ألا تقصر مع شعبها. الآن برأيي أتى وقت العمل وانتهى وقت الكلام. هذه الثورة بحاجة إلى ديكارت، بحاجة إلى عقل سياسي، عليها برمجة وضعها والانطلاق بجديد وعدم ماذا تعني يعني كلام السيدة ريم تركماني. سأتدخل، طيار بناء الدولة طيار معارضة مدجنة، معارضة تابعة للنظام. من يبقى إذن؟ لا أريد الدخول بتفاصيل أخرى، لكن يمكن للبعض أن يبقوا من كبار المثقفين اللامعين، لكن من لا يتدخل في العمل المشترك الآن؟